بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، موعدنا في هذا اليوم مع درس خاص بالأولى علوم شرعية، وهو بموضوع الورثة بالأبوة الأم والجدة. أهم ما ينبغي التركيز عليه في هذا الدرس وهو هذه الأمور الثلاثة التي كتبت هنا. الأمر الأول هو دليل ميراث الأم، الأمر الثاني أحوالها، الأمر الثالث مسائل تطبيقية سنتوقف معها إن شاء الله تعالى. فأما دليل ميراث الأم فهو قوله سبحانه وتعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. فهذا من القرآن الكريم، وهذه الآية في سورة النساء. أما من السنة النبوية فما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس. والشاهد من هذا الحديث هو قوله: وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس. إذن الذي يدل على ميراث الأم النص القرآني، ثم هذا الحديث النبوي الصحيح. فما أحوال الأم؟ كم لها من حالة؟ للأم ثلاثة أحوال، وهي: أولا السدس، ثانيا الثلث، ثالثا ثلث الباقي. وإذا أردنا أن نربط هذه الأنصبة بالآية فإن السدس يؤخذ من قوله سبحانه وتعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. فمن خلال هذه الآية يتبين أن الأم ترث السدس إن كان هنالك فرع وارث، يعني عند وجود الفرع الوارث. الحالة الثانية وهي الثلث، ودليلها قوله تعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، يعني عند انعدام الفرع الوارث تأخذ الأم الثلث، لكن بشرط آخر، وهو انعدام المتعدد من الإخوة. إذن الثلث بشرطين: الشرط الأول وهو انعدام الفرع الوارث، والمقصود به الابن وابن الابن وإن نزل، والبنت وبنت الابن. الشرط الثاني وهو عدم تعدد الإخوة، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. عدم تعدد الإخوة والمقصود اثنان فأكثر. والحالة الثالثة وهي ثلث الباقي، وهذه الحالة متعلقة بالمسألتين العمريتين أو الغراوين، وهاتان المسألتان ستدرسان في السنة المقبلة إن شاء الله تعالى. إذن الذي ينبغي التركيز عليه وخلاصة القول أن للأم حالتان: السدس بشرطين أو في حالتين: عند وجود الفرع الوارث، والحالة الثانية عند تعدد الإخوة.
النصيب الثاني للأم وهو الثلث كما ذكرنا، وترثه الأم بشرطين. الشرط الأول أن ينعدم الفرع الوارث، والشرط الثاني أن لا يتعدد الإخوة، أن لا يكون الإخوة اثنان فأكثر. الآن لننتقل إلى مسائل تطبيقية لبيان ما تم ذكره في الجانب النظري. إذن ننتقل إلى مسائل تطبيقية لتبيين وتوضيح ما تم تقريره في الجانب النظري. قلنا إن الأم لها حالتان، الحالة الأولى السدس، والحالة الثانية هي الثلث. السدس عند تعدد الإخوة أو عند وجود فرع وارث، والثلث بشرطين: انعدام الفرع الوارث وعدم تعدد الإخوة. فإلى الحالة الأولى، هذا مثال من خلاله يتبين أن للأم السدس لوجود فرع وارث وهو الابن. وجود هذا الابن هو الذي نقل الأم من الثلث إلى السدس. إذن للأم السدس عند وجود الفرع الوارث الذي هو الابن، وللزوجة الثمن كذلك لوجود هذا الفرع الوارث. تأصيل المسألة، ننظر إلى هذا المقام وإلى هذا المقام. المضاعف المشترك بين 6 و 8، المضاعف المشترك الأصغر بين 6 و 8 هو 24. 6 في 4 و 8 في 3. 24 على 6 4، 24 على 8 3. إذا أضفنا 3 إلى 4 كان المجموع هو 7. كم تبقى من 24؟ الباقي هو 17، وهو الذي يرثه أو هو حظ الابن. مثال ثاني، عند تعدد الإخوة قلنا إن الأم ترث السدس. إذن الإخوة الأشقاء لهم حالة واحدة التي هي التصيب، والأم السدس لتعدد الإخوة، يعني اثنان فأكثر. فكان المقام هو 6، جعلناه أصلا للمسألة. 6 تقسم على 6 1. كم بقي من 6؟ 5. يعني ينبغي أن يكون مجموع هذه الأسهم يساوي أصل الفريضة. إذا أضفنا 5 إلى 1 كان المجموع 6. فالذي جعل الأم تأخذ السدس في هذه الحالة هو تعدد الإخوة، والذي جعل الأم تأخذ السدس هنا هو وجود الفرع الوارث. ننتقل الآن إلى الحالة الثانية، وهي التي ترث فيها الأم الثلث بشرط انعدام الفرع الوارث وعدم تعدد الإخوة. ينبغي أن نتنبأ إلى أن الأمر هنا هو اجتماع الشرطين، يعني لا بد من الشرط الأول ومن الشرط الثاني، ولا ينبغي أن نكتفي بشرط واحد. أم أخ شقيق زوجة، الأم في هذه الحالة لها الثلث. لماذا؟ لانعدام الفرع الوارث، ليس هناك فرع وارث في هذه المسألة. الأمر الثاني، هناك أخ واحد فقط. إذن اجتماع الشرطين جعل الأم تأخذ الثلث. كان لها الثلث، والأخ الشقيق له حالة واحدة وهي التعصيب، والزوجة أو الزوج له النصف. الزوج له النصف طبعا لانعدام الفرع الوارث. المقام الأول 3 والمقام الثاني 2. المضاعف المشترك الأصغر بين 3 و2 هو 6. كيف حصلنا عليه؟ بضرب 3 في 2 وبضرب 2 في 3. 6 تقسم على 3 2، 6 تقسم على 2 3. إذا أضفنا 3 إلى 2 كان المجموع 5. فماذا بقي؟ الباقي هو 1، وهو حظ الأخ الشقيق. المثال الثاني تأخذ فيه كذلك الأم الثلث، وجود الأم مع زوجة وعم شقيق. ليس هناك
فرع وارث، وليس هناك تعدد الإخوة، إذن للأم الثلث. الزوجة لها الربع كما سبق في درس سابق لانعدام الفرع الوارث، والعم الشقيق له التعصيب لأنه له حالة واحدة. المقامات 3 و4، مضاعف المشترك الأصغر بين 3 و4 هو 12. قسمة 12 على 12 على 3 تساوي 4. إذا قسمناها كذلك على 4 تساوي 3. إذا أضفنا 3 إلى 4 كان المجموع 7. فكم بقي من 12؟ الباقي هو العدد 5. إذن ننتقل إلى ميراث الجدة. الجدة لها حالة واحدة وهي السدس، ليس لها حالة ثانية. دليل ميراثها، لابد أن نتنبه إلى أن الجدة قسمان، جدة لأم وجدة لأب. يعني الجدة لأم أم الأم، والجدة لأب أم الأبي. إذا كان الجد لا يرث إلا من جهة الأب، فالجدة ترث من الجهتين، جدتك من أبيك وجدتك من أمك. الجدة لأم دليل ميراثها السنة النبوية. وقد ثبت عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، يقصد الجدة لأم. أما الجدة لأب فدليل ميراثها هو الإجماع. لننتقل إلى بعض المسائل التطبيقية لبيان ميراث الجدة. مسألة: جدة ابن، قلنا لها حالة واحدة وهي السدس، والابن له حالة واحدة كذلك وهو التعصيب، نرمز له بحرف العين اختصارا. إذن ما دام هناك مقام واحد يكون هو أصل الفريضة. 6 على 6 واحد، والباقي 5. إذن هذه المسألة من 6، سهم واحد للجدة وخمسة أسهم للابن. الأمر الثاني الذي ينبغي أن نتنبه إليه، وهو أن الجدة قد تجتمع الجدة لأم مع الجدة لأب، فيشتركان معا في السدس. لا ينبغي أن يظن أحد أن لكل واحدة منهما السدس، لا، تشتركان في السدس. الجدة أم الأم والجدة أم الأب تشتركان في سدس واحد فقط. إذا كانت واحدة لها سدس، اثنتان سدس واحد فقط. إذن جدة أم أم وجدة أم أب، ثم ابن الابن الذي هو فرع وارث. للجدة السدس ولابن الابن التعصيب. أصل المسألة من 6، 6 مقسوم على 6 واحد، والباقي 5. ينبغي عند إنجاز المسائل، حتى لا نقع في الخطأ، ينبغي أن يكون مجموع هذه الأسهم يساوي أصل الفريضة، إلا في حالات سنتحدث عنها إن شاء الله في السنة المقبلة. الأمر الثالث وهو حجب الجدة. إذا كانت الأم من الورثة 6 الذين لا يحجبون أبدا حجب حرمان أو حجب كلي أو حجب إسقاط، فإن الجدة تحجب. على هذا التفصيل، الجدة لأب يحجبها الأب والأم، والجدة من جهة الأم تحجبها الأم فقط. أعيد: الجدة لأب يحجبها الأب والأم، والجدة لأم تحجبها الأم فقط. مما ينبغي أن نتنبه إليه كذلك أن للجدة كذلك تقسيم آخر. تقسيم الجدة إلى جدة قريبة أو قربة، بعيدة
أو بعدا. فالجدة أم الأم تسمى قريبة، والجدة يعني كأنها جدة الأم تسمى بعيدة. ولذلك فالورثة الذين يدلون إلى الميت إنما يرثون باعتبار القرب. مثلا هذا ميت أو هذا هالك له أم، وله أم الأم التي هي جدة. الجدة التي تأتي بعدها الأولى تسمى جدة قريبة، والثانية بعيدة أو بعدة. هذا هو المقصود بالجدة القريبة أو القربة، والجدة البعيدة أو البعدة. فباعتبار القرب لو فرضنا أن هذه الجدة حية وهذه كذلك لا زالت على قيد الحياة وهلك هالك يمكن أن ترث فيه، فإن الثانية لا ترث عند وجود الأولى. الثانية هذه الجدة البعيدة لن ترث عند وجود هذه الجدة، لأنها أولى وأقرب إلى الميت وإلى الهالك. لكن لو فرضنا أن أم الأم غير حية ليست على قيد الحياة، ووجدت أم أم الأم، فإنها تستحق الميراث، فإنها تستحق الميراث. إذن خلاصة القول وجماع الكلام أن الجدة لها حالة واحدة وهي السدس، وعند اجتماع الجدتين الجدة لأب والجدة لأم تشتركان في السدس، والجدة لأب يحجبها الأب والأم، والجدة لأم تحجبها الأم فقط، والجدة القريبة أو القربة تحجب الجدة البعيدة أو البعدة. لنأخذ كمثال على هذا الذي ذكرناه من حجب الجدة القريبة للجدة البعيدة. إذن هذا مثال يدل على حجب الجدة القريبة للجدة البعيدة. جدة أم أم، جدة أم أم أب، هذه الجدة لها السدس وهذه محجوبة، والتي حجبتها هي الجدة القربة أو الجدة القريبة، والابن له التعصيب. أصل المسألة من ستة، ستة على ستة واحد، الباقي خمسة، وليس للجدة البعد شيء لوجودها مع الجدة القربة. إذن هذا أهم ما يتعلق بهذا الدرس الذي هو الورثة بالأبوة الأم والجدة. هذا الدرس خاص بالأولى علوم شرعية في مادة الفرائض والتوقيت، وإلى درس مقبل إن شاء الله تعالى. أتمنى لكم التوفيق، يسر الله أموركم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.